راه نتاعكم راه اللي يسخف اخويا يمشي ان لا الوزاره نتاعكم لا الوزاره نتاع حتى عبد الداخل. وداير في كل فاهمين بعضنا خاطر هذه امور بديهيه. أي احنا أي نعرفوا اللي اذا يتغير رئيس الحكومه تتغير الحكومه. أي ولكن حبيت ان نقول لك على حاجه دقيقه ومهمه، انه المشكل في وضعيه رئيس الحكومه، المشكل ماهوش في الوزراء اللي في الحكومه، ولذا احنا كي نبحثوا على مشهد بديل في الحكومة، يعني احنا ماهيش مشكلتنا مع الوزراء او مع ان الادارة تستمر او الدولة تستمر، احنا نعالجوا في مشكلة. اذا باش يخرج رئيس الحكومة باش تغير الحكومة، شنو هو المشهد البديل اللي بعده؟ هذا نتحاوروا فيه. ما هو هذه هي هذه هي يعني انه لانه انا البيان نتاعكم قريته، معناها الموقف نتاعكم حاولت نقراه من جهة الكل، نلقى انه في الحقيقة ماهوش موقف، ما خذيتوش موقف. لأنه شنو هو الموقف؟ الموقف هو موقف سياسي بتاع سحب الثقة أو المساندة لرئيس الحكومة. بناء على ذلك أي عمليا كيفاش يصير؟ عمليا يصير حسب مقتضيات القانون، وفي هذه الحالة هي الدستور، ومقتضيات الدستور تقول إما سحب معناها سياسيا سحب الوزراء او لائحه اللوم. انتم خذيتوا ثنيه اخرى اللي التفويض لرئيس الحركه باش يشوف باش يحكي مع الاطراف الاخرى كيفاش ممكن تتسوى الوضعيه، وهذا معناها موقف لا موقف. هو دوني لامبريسيون انه خذيتوا موقف، لكن عمليا ما فما حتى موقف، لانه اجرى معناها من الناحيه العمليه ما يصحبش الموقف هذا اجراء عملي كما ينص عليه القانون. انا نجاوبك على النقطه هذه. الموقف الاول اللي خذته النهضه ان قالت الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر، بينما ثم اطراف معنا في الائتلاف الحكومي موقفهم ان الوضع الحالي يستمر، هذا خلاف نوعي. الحاجه الثانيه، احنا بالدعوه الى مشاورات لمشهد حكومي بديل نتحدث على زمن ما بعد الياس الفخفاخ، وهذا موقف. ولكن احنا شنو اللي يميز الموقف نتاعنا والمبادره نتاعنا؟ ما دام ثم حتى بالدستور ثم اكثر من فرضيه وثم اكثر من خيار، ما نحبوش احنا نقولوا هاو راينا وراو ندعيو الناس باش يمشيوا في راينا. قلنا لا، احنا باش يكون عندنا راينا، ولكن نحبوا نوصلوا لنتيجه بالتشاور والتوافق، لأننا نعتبر هذه قضية وطنية، هذا مستقبل الحكم، مستقبل الوضع في البلاد، ما هو شأن حزبي عند النهضة برك وإلا موقف النهضة برك. هذاك علاش اعتبرنا دور رئيس الجمهورية مهم جدا، لأنه بالدستور عنده دور وعنده علاقة بالموضوع هذا، وبغير جانب الدستوري سياسيا ومعنويا عنده دور، وبالخصوص كذلك ما بينه وما بين راشد غنوشي يعطيك الصحة نار سب. نعم، فحبينا نقوله زاد كذلك الأحزاب اللي موجودة في الحكومة وحتى اللي موجودة خارج الحكومة يهمها مستقبل الحكومة، لأنه هذا مستقبل تونس. المنظمات، اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، اتحاد فلاحين، المجتمع المدني، هذه قضية تونس. كيفاش نحكم؟ وإحنا خاطر ديما في النهضة السؤال اللي عنا ليس من يحكم تونس، ولكن كيف نحكم تونس بحكومة يترأسها السيد فخفاخ الآن؟ ما هوش الطريق الأمثل كيف نحكم تونس. احنا نحب نبحث على بديل على هذا الوضع. القناعة هذه اللي يبدو انه كان من الجمعة اللي فاتت ولات قناعة عندكم، وزادت تأكدت في مجلس الشورى. في مجلس الشورى، وهذا اللي ما حبيتش انت تجاوب عليه بكل وضوح وائل قبيليكا، انا باش نسألك سؤال محدد. هل أنه التقرير اللي قدمه فيصل دربال لمجلس الشورى كان محدد؟